ليش تلوم صباح الخالد على من قام به؟ أنا قلت لك سالفة الدملة وصباح الأحمد، وقلت بنفس الوقت في مقالاتي إنه صباح الأحمد هد المعبد وكشف أغلب السياسيين اللي سيسون كل شيء. صار واضح قدامكم أنتوا على مدى سنوات في كل صغيرة وكبيرة الشيخ السبب، ولد الصباح السبب، لكن تيون عند صاحب الوكالة صاحب الشركة ما حد يجيب سيارة. ما يجوز، هذا ولد عائلة، هذا ولد حمولة. ولد الصباح لا مو ولد عائلة ولا هو ولد حمولة، قول عنه اللي تبيه.